مبروك المسلسل الجديد بنون، ويعني ازاي بقى جه الموضوع؟ ازاي جه الموضوع؟ اولا ميرسي. معرفش كلمني، كنت ساعتها في الساحل اكشلي، ولقيت مكالمه تليفونيه بتقول لي في مسلسل هنبعت لك الورق، استاذ اسد فرات كار المخرج، وعايزينك تبقي معانا في دور اكس ساره يعني، وقريه بتاع وكده، مواعيدك ايه مش مواعيدك ايه الكلام ده كله. قريت، كنت رجعت ساعتها بعديها على القاهره، اتقابلنا عملنا بروفا، قريت قدام يعني بروفا الترابيزه كده، قريت مع هاني ومضيت يعني، مضيت قبليها حتى قبل ما اقعد مع هاني. ما قلقتيش من جرأة القضية اللي بيطرحها المسلسل؟ لا بالعكس، انا اكشي كنت لما كنا لسه في مرحلة ان الورق بيتظبط فيه حاجات، فبالعكس انا كنت بقترح حاجات تخليه اكتر جرأة، او اكتر مش جرأة، اكتر حقيقية. خلينا قدام حاجتين، لما اكشلي لان اكشلي احنا هنا ساعات بنخاف شويه من الجرأة في طرح المواضيع، عشان بس الناس بتفهم غلط في موضوع الجرأة ده، فبيبقوا عايزين يمشوا شويه اللي هو ايه، لا خلينا كده علشان مش عارفه ايه وبتاع. فانا كان بالنسبه لي لا، لاني نعمل حاجه حقيقيه، انا لو في الوضع ده هعمل كذا، وهو لو في الوضع ده هيعمل كذا كده. هي حادثه حقيقيه حصلت اللي بيتناولها المسلسل، وده يخلينا قدام حاجتين لما يتعرض، سيل من الانتقادات او انه يعجب الناس، ويبقى برضو في ممكن كلام عن الفكره. انت شايفه ردود الافعال هتبقى عامله ازاي؟ لا انا شايفه ان ردود الافعال هتبقى كويسه جدا، تو بي اونست يعني. يعني انا اكيد انا مش هقول لك ايه القصه الحقيقيه، بس عشان دي كده هتحرق المسلسل. بس لا بالعكس، انا شايفه ان الناس هتتفاعل جدا مع مع شخصيتي، اتليست هتتفهم الموتيفز بتاعتها، هتبقى لا تمام يعني معاها ظهرها. الفكرة بتاعت العمل جريئة وما تقدمش شكلها قبل كده في مصر، بدون ما نخوض في تفاصيل عشان ما نحرقهاش للي هيتفرج ان شاء الله على العمل، لكن دي هتتعرضوا لحاجتين لما المسلسل ينزل. ممكن يعجب الناس بس هيبقى فيه بعض الانزعاج منها، وممكن ما يعجبش الناس ويبقى فيه انتقادات جامدة قوي. انت جاهز لده؟ انا جاهز لده، لان في الاخر انا بعرض، انا اصلا اللي خلاني اعمله هو ان انا بعرض مشكلة موجودة حصلت بشكل حقيقي، وبنحاول نطلعها نوريها للناس. بس ده احنا يمكن كمان نكون عالجناها بشكل احسن من اللي كان حاصل في الحقيقه، يعني اللي انا عرفته عن الموضوع يعني. طبعا الممثل لما بيتشتم في دور او حد بيحبه في دور، ده بتبقى حاجه كويسه ليه، ان هو مش معنى كده الناس بيسمح للناس تشتمه يعني. انا بس بقول ان هو لما الناس تكرهه، لما بيشوفوه يكلموه على دور، هم اكيد قصدهم الدور. ساعات الناس بقى بتاخدهم الجلاله اكتر، بيربط ما بين الممثل وما بين الدور وما بين اختياراته يعني كشخصية جوه فيلم أو مسلسل. اختيارات الشخصية دي مختلفة خالص عن حياته اللي بره. الناس ساعات ما بتفصلش، بس في الموضوع ده بيبقوا ايموشنال شوية، بس بعد كده ده يعني الناس لما بيبدأوا يفوقوا من الصدمة بتاعت العمل نفسه أو بتاعت الموضوع العمل، بيبدأوا يفكروا إن الناس دي مثلت الأدوار دي كويس يعني، عملوا اللي عليهم والحمد لله وأكتر يعني. شخصية طارق من الشخصيات اللي مش سهلة خالص، حضرت لها ازاي واستعدت لها ازاي، وايه التفاصيل اللي كانت مرهقه بالنسبه لك، وايه اللي اشتغلت عليها ازاي مع اسد فولدقه؟ يعني انا مش عارف اقول لك اشتغلت عليها ازاي، عشان ما بينش مواصفات الشخصيه عامله ازاي الاول، لان هي شخصيه عامله زي الميه كده، هي بتتشكل في اي حته هي موجوده فيها. وفي نفس الوقت هو بني ادم هيز كنترولينج، يعني ده اللي اقدر اقول لك عنه، ما بيحبش يلوز الكنترول على اي حاجه في حياته، لا يعني نيفر يعني. ده بالنسبه له نقطه ضعف ان هو يلوز الكنترول حتى على نفسه، يعني ما بيعرفش يبقى ايموشنال حتى قدام الناس، ممكن ما بينه وبين نفسه لكن قدام الناس لا. الشغل على الشخصيه نفسه استرجع بقى حاجات كتير الواحد ممكن يكون شافها في حياته، وناس يكون شافهم في حياته، حاجات قراها. لان نفسيا الشخصيه نفسها عشان تتكون او عشان تتخلق يعني او تطلع للناس، ده بيحتاج يبقى فيه اكسبيرينس، وانا ما كانش عندي اكسبيرينس، ان انا عمري الحمد لله ما كنتش كده يعني في الحياه ولا هكون. بس بتبقى شفت حاجات في الحياه وشفت ناس وتحكى لك حاجات، بتعرف انت تعمل باك جراوند للشخصيه، وكمان بتبدا تبني لها من هو صغير كان ممكن يكون حصل له ايه فبقى كده. يعني ما فيش حد بيبقى كده او لا كويس ولا وحش من غير لما بترجع للاصل الاول، هو كان فين وبقى فين. لان وممكن يكون حد كان وحش جدا وهو صغير وتحصل له تحويله يبقى كويس جدا لما يكبر، وممكن العكس. فالنفس البشريه بشكل عام هي صعبه قوي انها تتمسك،
فأي شخص whatever هو طيب قد إيه هو أكيد عنده حتة سودة، وأي شخص whatever هو أسود قد إيه هو عنده حتة طيبة. الفكرة بتاعت المسلسل أو القضية اللي هو بيناقشها فيها جرأة شوية، فالموضوع ده ما قلقكيش وانتي بتقري كده ورق المسلسل؟ بالعكس، أنا لما قريت يعني كان من طبعا من أهم الأسباب أن أنا وافقت على طول لما قريت المسلسل، قريته كله مرة واحدة وكنت مشدودة جدا، وموضوع أن في ساسبنس والحاجات دي، أنت عارف طبعا دلوقتي أصلا كل الناس بقت بتتشد للحاجات رعب وسسبنس جرايم الحاجات دي يعني. فبالعكس لا ما قلقتش، بالعكس دي حاجه حلوه يعني. انا شايفه انه طبيعي دلوقتي اي حاجه بتنتقد، فلا مش عادي يعني، بالعكس مهم ان احنا نقدم الفكره صح، واحنا مقدمينها بشكل كويس جدا. مسلسل عائلي يعني في الاول والاخر، هو مش حاجه ما فيهوش حاجه خارجه يعني، بس انت بتناقش قضيه شويه حساسه بس. فلا بالعكس شايفه ان الموضوع ان شاء الله هيعجب الناس يعني. كواليس المسلسل بقى يعني، وجود هاني عادل وبسنت شوقي ومجموعه كبيره من الفنانين، الاجواء بينكم عامله ايه؟ كواليسه حلوه جدا، متعبه شويه بس حلوه. يعني هو بس عشان قصير المسلسل، فما كانش فيه المده الطويله اللي بنقعدها في العادي في المسلسلات، شهرين وكده، بس بشكل عام الكواليس خفيفه لطيفه يعني. انت بتبقي موجوده بقى في اعمالك يعني على فترات كده، مش بتبقي متواجده بشكل دايم، انت بتختاري ادوارك ازاي؟ ايه نوعيه الاعمال اللي انت بتستهويها يعني اللي بيخليك تختاري ادوارك؟ بص، هو انا عموما يعني التمثيل بالنسبه لي هو هوايه اكتر من شغل اساسي في حياتي يعني. انا عندي حاجات تانية في حياتي وشغل، وكل فتره في عندي اهتمامات اخرى يعني، بس عموما بحب التمثيل، بحب الميديا عموما شغل، عشان انا ابتديت كموديل وشويه شويه بختار على اساس كذا حاجه يعني. بحاول مؤخرا ان انا اختار حاجات ما عملتهاش قبل كده، وحاجات تبقى عجباني يعني، غير من الاول كان ممكن اقبل بحاجات نص نص، دلوقتي لا، فبتلاقيني مقله جدا يعني. ما ريد كاربت وكده مش بنشوفك فيها كتير. ما هو للاسف انا شخصيه، ما عشان كده بقولك انا شخصيه مش اجتماعيه ومش بحبش الاضواء كتير في الحقيقه يعني، فمش بحب المناسبات. مركزه في البيزنس بتاعك يعني بجانب هوايتك في يعني الفن؟ مركزه في حياتي الشخصيه اكتر بصراحه شويه يعني، مديها حقها اكتر شويه. زي ما قلت لك، عشان التمثيل بالنسبه لي هو جزء من حياتي، فهو لا يشكل حياتي كلها يعني، فمش ما عنديش اهتمامات اللي هي ريد كاربت والمهرجانات، هي طبعا مهمه بس انا كرانيا مش قوي يعني. زرت الاردن؟ زرتها مره قبل كده. ايه انطباعك عنها؟ بلد جميله، هاديه، مملكه كده صغننه حلوه جميله، بحبها يعني. برضو محترمين جدا وذوق جدا ولطاف جدا. البك انا عشان اصلا سوريه فالاردن، بس انا عشان عشت اغلبيه عمري في مصر وكده، فهي جارتنا يعني الاردن، بلاد الشام يعني، فبلد جميله. طب اخر مره زرتي سوريا؟ تقريبا 7-8 سنين. من زمان، من 7-8 سنين تقريبا. مين بيعجبك من نجوم سوريا في الدراما؟ كتير جدا طبعا. سوريا كنجوم وكتمثيل طبعا بحب جدا باسم ياخور، بحبه قوي، وبحب سلافة معمار، مش عايزه انسى، بس طبعا في اسامي كبيره يعني في سوريا بصراحه. الدراما السوريه اصلا يعني من اقوى الدراما، زي الدراما عندنا هنا في مصر كده، بس الوضع هناك مش يمكن مش افضل شويه يعني، بس الحمد لله يعني ابتدت تتحسن شويه. انا شايفه الفن ما يعني ما بيموتش تحت الحرب، تحت اي حاجه هو بيعيش يعني بصراحه يعني. انا بحكم شغلي في تونس از بروديوسر برضو، كان لينا تعامل في الشغل يعني، بنتبادل المسلسلات، ولما عرفوا ان انا ممثل في تونس بقى لي كام سنه برضو، عرضوا عليا الدور في مسلسل بنون، وشفت الموضوع وكان موضوع جريء قوي وعجبني، خاصه كنت عاوز اخد الدور طارق، بس يعني اللهجه وكل حاجه خلتني، والاستاذ اسد خلاني اخد دور الديزاينر يعني بتاعت يوسف، اللي ممكن يكون شخصيه يعني اجنبيه او يعني تكون اسهل ليا، عشان ده اول تجربه ليا في مصر. عاده اللهجه في الاول بتبقى صعبه شويه، اللهجه المصريه على اي ممثل بيجي يشتغل هنا، اتدربت عليها ازاي وحضرت للشخصيه ازاي؟ طبعا هو اي شيء صعب، بس بالشغل دايما بننجح بعدين. انا طبعا اتمرنت مع كوتش
قعدت هنا ممكن اكتر من 20 يوم حوالي 20 15 يوم انا نسيت بالظبط كم. وظبطنا كل حاجه واللهجه والنطق واشتغلنا على الدور برضو وان شاء الله نكون بعدين اي سكسيدد في الدور ده ونشوف. الكواليس بتاعت المسلسل بقى مع يعني كل الابطال بقى هاني عادل وبسنت وباقي الابطال وكمان المخرج اسد فولدكار. انا عندي حوارات مع طارق في كم مشكله وانا واحد من اللي ممكن هتشكوا فيهم في جريمه القتل دي عشان ما احرقش الاحداث برضو. ما اشتغلتش مع بسنت ما اشتغلتش مع كتير ناس بس انا في الشركه انا موجود في الشركه وبعدين لما تتفرجوا هتشوفوا الريزلت. تونس بتجيب لنا ناس وسيمه كده وجميله هتعمل ايه مع الفانز؟ لا هنشوف انتوا اكتر منا صح بس هنشوف يعني خلينا. يعني حضرتك منورنا اول حاجه على الشت عمان تي في بصفتك مؤلف للعمل لأول مرة يتم تقديم في الدراما في مصر سواء منصات أو عادية قصة بالجرأة دي كواليس العمل على القصة دي ويعني إذا ممكن حابين ندي نبذة للناس عنها ممكن تبذل. أوكي بص إحنا عدنا 6 شهور نكتب في العمل ده. العمل قصته شائكة جدا. العمل باختصار بحاجة بسيطة كده هو بيتكلم على فكرة البنون إيه اللي الناس اللي عايزة دايما تخلف اللي اهم حاجه عندها الخلفه الشخص اللي دايما شايف ان الخلفه هي اهم حاجه عنده انه ما يبقاش راجل غير لما يخلف انه يبقى عنده راجل. هو فكره العمل بتدور ناحيه الموضوع ده. يعني الموضوع هينزل منصات وده هيخليكم تتعرضوا لحاجه من الاثنين يا هيستفز الناس ويعجبهم يا هيستفز الناس ومش هيعجبهم والموضوع هيبقى سلم من الانتقادات ويعني ممكن نقول تجاوزات كمان لجرأة القضية اللي انتوا بتنزل. بص هو انا يعني عندي ثقة كبيرة جدا ان شاء الله هيعجب الناس لان الموضوع في منطقة حلوة منطقة بتلمس كل انسان بيكبر المجتمع بيقول له انت لازم تخلف عشان تبقى راجل من غير ما تخلف انت مش راجل. ده بيلمس كل انسان بجزء او باكتر فان شاء الله يعجب الناس. كلمني عن الكواليس بقى والشركة المنتجة يعني شوفها كمان عندهم منصة بنفس الاسم ينزل على المسلسل الأجواء بتاعت العمل. الشركة المنتجة هي سابت لنا كل الحرية ان احنا نقعد نشتغل بشكل فني كويس. هي شركة كويسة جدا وبدأ منصة قوية جدا ان شاء الله تبقى ليها اعمال اكتر واكتر وتبقى حاجة جميلة جدا. العمل عن احداث حقيقية ولا من وحي خيال المؤلف؟ لا العمل عن احداث حقيقية من الواقع وكتب الفكرة الدرامية كتبها شخص اسمه أسامة وانا واستاذ رفيق كتبنا السيناريو الحوار. الحادثة الحقيقية حصلت امتى؟ الحادثة الحقيقية هي حصلت من حوالي سنة ونص افتكر حاجة كده. حدث شيء مشابه للقصة بتاعتنا. بعد كده أسامة كتبها كمعالجة درامية وقدمها لنا عشان نكتبها.